يسأل يقول بعض الناس يكون عنده مراجعة مثلا في مكان ما والموظفة امرأة، فيقول صعب اني اغض النظر عنها وهي تكلمني وانا اكلمها مثلا في الموضوع، فيقول هذه الحالة يعني يجوز النظر لنا أساس المعاملة. هذا غير صحيح طبعا الكلام هذا، يعني ممكن أن تخاطبه وتخاطبه وأن تغض البصر، يعني ما المانع يعني أن تخاطبه وأنت تغض بصرك؟ فالآية واضحة، قل لهم يغضوا من أبصارهم، فلا يجوز الإنسان ينظر إلى المرأة يغض بصره قدر ما يستطيع. النظرة الأولى لك ثم الثانية عليك، فالإنسان مجرد أن يرى النظرة المفاجئة خلاص يصد بعد ذلك ويكلمها دون أن ينظر إليها، هذا ليس عذرا، ليس عذرا. والمرأة كذلك مطالبة بغض البصر. نعم.